عرض جديد يا أمل أنباء، أهلا بكم. بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع القانون المقترح من جلسات الحوار الوطني لتنظيم انتخابات مجلس النواب المقبل. الأستاذ فتح الباب، ولكن لي بعض الملاحظات. أولا مش بنتكلم خالص عن منظمات المجتمع المدني في الرقابة، ودي مهمة جدا، ونطالب ان يكون في دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، والنص على ذلك في القانون، مش بس نتكلم في الجرائد وبعدين ما ننفذش. ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني ايضا في اللجان المنبثقة مش كافية، عن اللجنة العليا للانتخابات. رقابة بالضبط. المسألة اللي احنا ناقشناها امبارح، مش عارفة مين اللي كان اتكلم عنها، عن العقوبات، تنظيم حضرتك بالضبط، تنظيم تمويل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية وتنشيطها حتى تصل ثمار التنمية إلى الشعب المصري. وفي كلمته لدى افتتاح ندوة عن تفاصيل المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي ومكافحة الفساد، صرح قنديل أن الحكومة تسعى لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد لضمان أن تتم عملية مواجهة الفساد بشكل مؤسسي. كما قال قنديل إن النهوض بمصر لن يتحقق دون الانطلاق الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد. الحكومة في خطتها يعني رأت أن يكون النهضة الاقتصادية والانطلاق الاقتصادي عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس كما سبق، لأن كما سبق كان بيركز على النمو فقط، وآخذا في الاعتبار أنه سوف تتساقط ثمار النمو على الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة. طبعا هذا لم يحدث، وادراكا انه لن يحدث الا ان احنا يكون في اليات حتى يحدث ذلك. هذه الاليات هي تحقيق العداله الاجتماعيه، ويمكن من اهم المحاور الموجوده عندنا في الخطه هي مكافحه الفساد، لان بدون مكافحه الفساد لن نستطيع ان احنا لن تصل ثمار. من جانبه قال وزير العدل المستشار أحمد مكي إن الوزارة انتهت بالفعل من إجراء التعديلات اللازمة على قوانين هيئة الرقابة الإدارية. وأكد الوزير خلال كلمته في ندوة المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي ومكافحة الفساد، أكد الحاجة إلى تعديل القوانين الحاكمة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد. كما أكد في الوقت نفسه أن الديمقراطية الحقيقية من أهم ضمانات مكافحة الفساد. نحن أعددنا بالفعل مشروع لتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية. نحن بدأنا، وثم سيادة المستشار طلب إضافات، فسنضيف ساعة ما جه هو يقول عاوز الضبطية القضائية للجهاز في إيه؟ العاملين الفنيين الخاصين. لا، ويمسك كذا ويعمل كنا إيه؟ هو في مجموعة من القوانين، منها قانون السلطة القضائية اللي احنا بدأناه من قبل، منها قوانين غسل مكافحة غسل الأموال، منها قوانين كسب الغير مشروع، منها قانون معلومات الوثائق لحفظ ذاكرة نصف، تضارب المصالح وحماية الشهود، إطلاق الحرية، لا أهم حرية تكوين الجمعيات والجماعات، وكل هذه مسائل تتصل به. ربما يعني لو تسع بنا الأجل هنبص في التعليم وفي كل ما يتصل بمناشط الإنسان وحياته، نعتبر أنه أصل. كلف الرئيس محمد مرسي كل من المستشار محمد عزت شرباس رئيس لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين أثناء ثورة، والمستشار عمر مروان الأمين العام للجنة بتسليم التقرير النهائي ومرفقاته إلى نيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها اللازمة. جاء ذلك بعدما عرضت اللجنة أمس على رئيس الجمهورية ما توصلت إليه من جمع للمعلومات والأدلة والحقائق، وما توصلت إليه من نتائج خلال عملها الذي استمر قرابة 6 أشهر.
دعا النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أعضاء نيابة العامة الذين دعوا إلى تعليق العمل في النيابات لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل، دعاهم إلى العدول عن هذا القرار قبل فوات الأوان حسب بيان له. وأكد بيان للنيابة العامة أن عدد الداعين لتعليق العمل لم يتجاوز 8% من أعضاء النيابة العامة، وأن العمل يسير بصورة منتظمة بكافة نيابات مصر، لأن السواد الأعظم من أعضاء النيابة يدركون حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم. قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشؤون القانونية والمجالس المحلية السابق، قال إن مصر خرجت بإقرارها الدستور الجديد من أصعب فترة مرت بها منذ 45 عاما على الأقل. وأضاف محسوب عبر حسابه الشخصي على تويتر، أضاف أن الدولة كانت مهددة في بعض اللحظات خلال هذه الفترة في وجودها، لكن الشعب كان هو الأكثر حكمة والأشد إدراكا وكان هو صاحب القرار. كما انتقد محسوب موقف من سماهم بعض النخب الذين اشتبه عليهم ما هو ضروري للوطن وما هو خلافي. قال البنك المركزي إن الجنيه المصري واصل تراجعه اليوم الخميس في رابع عطاء أطلقه البنك للعملة الصعبة تم بيعه للبنوك الأخرى. وأوضح البنك أنه تم طرح نحو 75 مليون دولار للبنوك، وكان أقل سعر مقبول للدولار هو 6.38 جنيه. تقريبا، وبذلك يكون الجنيه قد فقد أكثر من 3% من قيمته مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع فقط. أعلنت شبكة الجزيرة أنها استحوذت على تلفزيون الكيبل الأمريكي كارنت، وأنها تنوي بذلك استحداث قناة إخبارية جديدة تحت اسم الجزيرة الأمريكية يكون مقرها في مدينة نيويورك. وقال المدير العام لشبكة الجزيرة الشيخ حمد بن جاسم الثاني قال إن هذه الخطوة ستساعد إيجابيا في خدمة عرض الأخبار والمعلومات المتوفرة في الولايات المتحدة. كما قال إن الجزيرة ستعمل على توسيع نطاق عمل شبكتها الحالية في الولايات المتحدة بشكل كبير، وبذلك ستنضم القناة الجديدة إلى شبكة الجزيرة التي تضم أيضا قنوات الجزيرة بلقان والجزيرة تركيا تحت التأسيس، بالإضافة إلى الجزيرة مباشر مصر. انتهى عرض الأنباء. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. ونستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.